في كلام الرئيس اللي هقراه لحضراتكم دلوقتي. على صفحة الرئيس كتب بوست كده بعد ما خلصنا الحلقة، شفته وهو اللي الناس اتكلمت عليه، وأنا هتكلم عنه وهاخد رأي حضراتكم رسائل واتصالات. الرئيس كتب على صفحته: الشعب اللي هو حضراتكم هو ظهر المقاتل، وحين يشعر المقاتل أن شعبه قد مل منه فإنه لا يعود بمقدوره أن يقاتل، إذ أن ذخيرة القتال هي الكبرياء والشرف والعزة، وبدونها جميعا لا يمكنه أن يكون مقاتلا ولا أن يستمر في القتال. ده كلام الرئيس. كلام الرئيس هنا ناس أخدته على كذا محمل، اللي خدوا إنه الرئيس إيه، وطب ده معناه إيه، وليه دلوقتي. أنا شخصيا تفسيري لهذا الأمر اللي هقوله دلوقتي، بقالنا فترة بنتكلم، بتطلع استطلاعات رأي، بيطلع نخب، بيطلع غيرهم، بيطلع إعلاميين، بتطلع جرايد تشكك في قدرة الدولة، وتشكك في الرئيس، وتشكك في كل الكلام اللي بيتعمل، وتصدير صورة الإحباط للشعب، وإنه تدفع إنه الرئيس يجي بعد سنتين يقول الكلام ده. مسألة الملل، إنه حضراتكم مليتوا، وإنه مفيش حد يقدر يستمر في موقعه وحاسس إنه في ناس ملت أو ناس متضايقة. وبصراحة من غير ما حد يعني ياخد الكلام في أي سياق، هل كلام الرئيس ده بيعني، على فكرة لأن أنا ربطت الكلام ده بكلام الرئيس في اسكندرية في افتتاحات البتروكيماويات، لما قال أنا هسلمكم في خلال السنتين اللي جايين في منتصف 18 كل المشروعات دي. فاكرين لما طرح عملنا إيه وبنعمل إيه؟ هل أنتوا شايفين إنه هذا الرجل مل فعلا؟ هل الرئيس اتصدم؟ انا بقول اتصدم. هل الرئيس النهارده لما يعلن هذا الكلام للرأي العام